خيرت ما كانش أكثر مرونة شوية في المسألة دي؟ كان يقدم على حوارات، كان أكثر براغماتية من وجهة نظر لا البعض. شوفي خيرت يمكن كان أكثرهم يعني يعني بعد نظر وأفق ونشاط الذهن بطبيعة الحال، لكن كان يثق في نفسه أكثر من اللازم، وهي دل دائرة التهلكة. وفي نفس الوقت برضو المكتب لما يديله بقى يلقي بحمله وأعبائه عليه، يبقى ضاعت الإيه الجماعة اللي عنده. مهما كان الشخص نابغا عبقريا، فهو في التحليل الأخير فرد. وإنك تختزلي الجماعة كلها في فرد أصبح العقل المدبر لهذه الجماعة.